حينما تغيب الدولة تغيب معها سلطة القانون، وعندما تغيبان معا فإن البديل هو فساد لا حدود له. فهذا منفذ الوديعة، البوابة البرية الوحيدة المتبقية بين اليمن والسعودية. ومع هذه الأهمية يجد عابروها أنفسهم واقعين في قبضة عناصر عسكرية تركت مهمتها الأساسية المتمثلة بحمايتهم واستبدلتها بأخرى تقوم على ابتزازهم. فهذا أحمد يروي كيف أنه لا يزال منتظرا دوره للمرور بشاحنته إلى الجانب السعودي منذ قرابة الشهر في صحراء قاحلة دون أن يسمح له من قبل المسيطرين على البوابة اليمنية، والذين لا يعطون الإذن إلا لمن يدفع لهم مبالغ مالية بصورة غير قانونية. لنا 25 يوم في السلع، تمام؟ والناس تيجي على طول تدخل من آخر السلع على طول المنفذ، وإحنا جلوس لنا 25 يوم. دراهم إحنا ما نستطيع نعطي دراهم يا يعني. ماشي معنا، كيف أسوي؟ تمي في الأخبار وفي الشمس ترضون علينا ولا إيش المشكلة؟ إحنا ما نقدر بهذه الطريقة. إذن هو ابتزاز واضح يطال سائقي الشاحنات التي تصطف طوابيرها إلى نحو 20 كيلومتر في مشهد يعكس القيادة التام للرقابة الحكومية. مين الصبح يعني واقفين؟ يقول لك من واحد لم واحد، يعني العمال مش موجودين، الحين راحوا يصلوا بعد الصلاة بعد العصر، ما فيش يعني تقدير، ما فيش تنظيم، ما فيش مشي، يعني كل واحد يعني مثلا الأول جاء الثاني بعده ترتيبه ثاني ويمشيهم. وتظهر بعض الوثائق التي تحصلت قناة بلقيس عليها مخاطبة إدارة المنفذ لكتيبة الجيش المكلفة بحمايته إلى التوقف عن تلك الممارسات التي لم يقتصر أثرها على سائق الشاحنات فحسب، بل طال أيضا الاقتصاد الوطني للبلاد بعد أن تسببت في انخفاض حجم العائدات المالية للمنفذ. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، منفذ الوديعة.